أهلا بكم. أكيد في أزمة كورونا كل أسرة بتخاف على أطفالها، كل أب وأم خايفين جدا على أطفالهم. الطفل كان في يعني معتقد أنه الطفل عنده نسبيا شبه مناعة أو مناعة من الكورونا، وأن الإصابات فيه قليلة، ودي حقيقة، لكن الأطفال بيصابوا. في حالات كمان إصابتهم بتكون عنيفة بس حالات قليلة، لكن الطفل يبقى أيضا حلقة من الإنفكشن، يعني ممكن جدا الطفل يكون كارير للمرض، يكون حامل للفيروس. الطفل ممكن ما نقدرش نسيطر عليه في حركة، خصوصا لو كان يعني 7 سنين 8 سنين، ممكن تلاقيه بيلعب بيتحرك، مش عنده تقدير للمخاطر. فقدام الأطفال لازم نركز جدا وننتبه ونشوف هل في فرق بين الفيروس، بين الكورونا بتاعت الأطفال وكورونا البالغين. وسؤال المهم جدا على المستوى الطبي وفي الأوساط الطبية، ليه الأطفال أقل عرضة من الكبار في مشاكل الكورونا؟ مشاكل الكورونا أكيد هيسعدني جدا يكون معي اسم ورمز كبير في عالم طب الأطفال، أستاذ الدكتور أسامة حسين، أستاذ طب الأطفال. أهلا بيك دكتور أسامة. بيه أهلا بحضرتك دكتور أيمن باشا، إزي حضرتك؟ منورنا يا فندم، أهلا بيك. أسئلة كتيرة جدا حول الكورونا، طبعا يهمني جدا أن أطمن على بورسعيد وأهل بورسعيد، يهمني جدا أن أنا أعرف رؤيتك لهذا الأمر لفيروس كورونا، وأكيد أنا بتابع أنك مهتم جدا بالكيرفات وبالأعداد وبتعمل دراسات واضحة جدا على المستوى التطور لهذا الفيروس. فانا عايز حضرتك، انا سايب لك المجال تشرح لنا رؤيتك العامه لهذا الفيروس وايضا المستقبليه. والسؤال المهم، الاطفال ازاي نتعامل معهم في الحمايه، وليه في رايك الطفل اكثر امانا نسبيا من مشكلات الكورونا؟ اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا طبعا للاستضافه وعلى اتاحه الفرصه ان انا اتكلم عن الموضوع ده. الحقيقه طبعا كورونا فيروس اشغل العالم كله، وعشرات يعني الجهات تتكلم في الموضوع، والناس كتير بتتكلم وبوستات كتير بتيجي، انما الحقيقه طبعا احنا بناخد الكلام من مصادره الاساسيه الرئيسيه اللي هي لا يعني يشك في امرها ولا 1%. امبارح بالليل كانت الساعه 12 مساء، يعني كان في ويبينار مهم جدا كانت عاملاه الامريكان اكاديمي بيدياتريكي، واحده من 3-4 جهات يعني مسؤوله نقدر ناخد الكلام ثقه منها. الويبينار ده استمر 63 دقيقه بالظبط، حضرته كله. الحقيقه كان بيتكلم عن مشكله الاطفال، طبعا امريكان اكاديمي وبيدياتريك بتهتم بالاطفال بشكل اساسي، وكانوا بيتكلموا عن إصابة الأطفال بالمرض الكورونا، وبيستشهدوا بذلك طبعا وجود الكورونا حاليا في أمريكا بأعداد ضخمة جدا. حضرتك عارف طبعا أمريكا تعدت يعني الوفيات تعدت 2000، إصابات على مستوى العالم الكورونا النهاردة الصبح وصلنا 1.5 مليون أو 1.6 مليون وحاجة يعني على وجه التحديد، والوفيات طبعا تعدت 80,000 في امريكا. طبعا الوقت الوباء بيجتاح امريكا تماما، وهم بياخدوا الحالات بتاعت الاطفال، لكن مش قادرين ان هم يحطوا ارقام واضحه للاطفال، ان هم بيبانش عليهم اصابه، يعني هم ما عندهم، هم بيدرسوا الحالات اللي بتصاب او بيعملوا سكريننج، لكن الحقيقه الاطفال مش قادرين يقولوا فيهم ارقام قوي، بس هم طلعوا بشويه حاجات. اولا طبعا في دراسه صينيه كانت معموله على الحالات اللي ظهرت في الصين، وحضرتك عارف طبعا اصابات الصين كانت عاليه، ولكن طبعا فاقتها دلوقتي ايطاليا في الوفيات وامريكا في العدد الاصابات. والدراسه الصينيه اللي طلعوا بيها ان طبعا اصابات الاطفال قليله جدا، دي متقاربه مع الدراسات الامريكيه. دراسات الصين بتقول ان اصابات الاطفال في العمر اللي هو لحد 9 سنين لا تزيد عن 1%، ومن 10 ل 19 سنه بتبقى 1%، ولحد 30 سنه بتبقى يعني 0.06، دي المورتاليتي. اصابات الاطفال، الاطفال حاملين، حضرتك طبعا قلت القصه دي دلوقتي، وحضرتك طبعا متابع يعني اكثر مني وعلى يعني صله وثيقه بكل المراجع الوثيقه، فحضرتك يعني قلت الكلام المفيد، لانه الطفل فعلا مشكلته انه بيبقى حامل للفيروس اكثر منه يكون يظهر عليه المرض. في امريكا نسبه اصابه الاطفال برضو قليله جدا، ولكن وحصل عندهم مورتاليتي واحد بس، طفل عنده 14 سنه، دي اتقالت في الويبينار امبارح، لكن وده برضو نشرته الامريكان اكاديمي. المورتاليتي هو وفاه الحاله،
مورتاليتي اللي هو وفاه الطفل ده اللي هو 14 سنه في امريكا. والحقيقه وفيات الاطفال زي ما قلت لحضرتك يعني هو في الصين دراسه صينيه قالوا لا تزيد عن 1 من 100%، هما في امريكا قالوا 1 من 10، يعني برضه وفيات تعتبر لا تذكر بالمقارنه بالاعمار الكبيره. طبعا هما الدراسه الصيني قالوا ان فوق 80 سنه الوفيات بتوصل 13.4 من 10، يعني طبعا اعلى نسبه وفيات بتبقى في كبار السن، وانه 31% من الحالات ده في الدراسه الصيني لكبار السن اللي هم فوق 85 سنه، و 45% من الهوسبيتاليزيشن منهم، و 53% دخلوا اي سي يو من كبار السن، و 80% من الوفيات كانوا في الاعمار اللي هي فوق 65 سنه. الاطفال هنا بعيد عن القصه شويه، بس مشكلتهم زي ما سيادتك قلت ان هم حاملين للفيروس وينقلوا الفيروس مع حركتهم المستمره زي ما حضرتك قلت، وان هم بياخدوا كتير ادوار ابر سبايس تراكت بما انهم يتنقلوا كتير وبياخدوا العدوى من اطفال تانيين بيلعبوا معاهم او من الحضانات. الحمد لله الدنيا قفلت المدارس، فده حد من الاصابات كتيره في مصر واماكن تانيه من العالم. في قصه تانيه اتكلمت عنها مجله البيدياتريكس اللي هي المجله الرئيسيه بتاعه الامريكا الاكاديمي بيدياتريك، اتكلمت عن ان الاطفال ان هم لقوا الفيروس في الستول، فلقوا ان الاطفال الصغيرين قوي ممكن فيكو اورال ترانسميشن، ده بيفكرنا بقصه البوليو. وده في الاطفال اللي هم لقوا الفيروس في البراز بتاع الاطفال، وده معناها انه الفيروس يعبر الجهاز الهضمي من خلال نقل عدوى عبر تناول شيء. بالظبط يا فندم، او من الابر يعني بيخش بالابر ممكن يوصل ممكن يدخل عبر التنفس للجهاز الهضمي. ايوه من خلال الابر سبازم، وبالتالي ممكن يبقى ده مود اوف ترانسميشن، خصوصا الاطفال اللي لسه بيستعملوا دايبر، فالتعامل مع الدايبر بالنسبه للكبار لازم يبقوا حريصين لان ده مود اوف ترانسميشن هم اتكلموا عنه في مجله البيدياتريك حديثا. يعني بدل ما الفيروس يدخل من خلال على الجهاز التنفسي هينحرف للجهاز الهضمي ويكمل بعد كده في الجهاز الهضمي. ايوه فندم، ده مكتوبه في مجله البيدياتريك العدد الاخير. البرزنتيشن في الاطفال هي يعني ان جنرال الدراسات الصيني والامريكيه متفقين، وفي دراسه كمان اتنشرت في اسبانيا عن الحالات طبعا عندهم، ان هو مايلدر ديزيز، يعني السيمبتومز ان جنرال اقل من الكبار، ولكن طبعا بيصابوا وكل حاجه، ولكن السيمبتومز اقل شويه من الكبار، والفيتاليتي او الوفيات فيهم قليله جدا جدا يعني. بس هما الراديولوجيكال برزنتيشن في الاطفال مختلفه شويه، ودي جمعيه الراديولوجي الامريكيه ومجموعه من الناس اللي شغالين التصوير بالاشعه مختلف في الاطفال. التصوير بالاشعه مختلف، هم لقوا ان الاشعه المقطعيه ما هياش يعني باسوجنومونيك او هي تشخيصيه قوي زي الكبار، انت عارف حضرتك وزاره الصحه حاطه البروتوكول الاخير اللي نزل 25 مارس واكدوا عليه 29 مارس ان تشخيص الحالات الكلينيكيه ثلاث حاجات، كحة أو حرارة أو كلاهما، دي رقم واحد. رقم اتنين نقص كرات الدم البيضاء اللي هو الليمفوسايت بالذات، ورقم ثلاثة إشعة عادية أو إشعة مقطعية يفضل لو متاحة في المكان. في الأطفال الإشعة المقطعية اللي بيشاف اللي بيرى فيها مش زي الكبار قوي، وبالتالي قالوا ممكن الإشعة العادية نعتمد عليها عشان برضه ما يعرضوش الطفل او الاشعه المقطعيه، ده مكتوب في مجله تخص الراديولوجي، مجموعه من الخبراء الراديولوجي او الاشعه هم قالوا الكلام ده بالنسبه للاطفال، انما بشكل عام طبعا هم الاطفال اقل اصابه بالنسبه لهذا المرض واقل في المضاعفات شويه ودخول المستشفيات، وقالوا ان كل الاطفال اللي دخلوا في امريكا خرجوا من المستشفيات. هم عندهم في امريكا نسبه الوفيات اعلى شويه من الصين، عندهم نسبة وفيات ممكن توصل لحد مثلا 3 وكسر في الوفيات عامة يعني. الصين كانت يمكن تتكلم على 2 وحاجة في المية يعني. عايز استفيد من وجود حضرتك معانا النهاردة عشان توضح للناس نقطة كتير جدا بيسألوني عليها، واستفيد من خبرتك الكبيرة في الفاكسينيشن في الفاكسينز، لأنه كتير من الناس تسأل تقول طب ما يعملوا لنا بقى فاكسين، مش فاهمين يمكن في الجنرال از جنرال انه صناعه لقاح او فاكسين مش عمليه سهله. لا اطلاقا طبعا يا فندم. هو يمكن الفاكسين يعني اقل حاجه نتكلم في الفاكسين عشان يطلع مش اقل من 12 ل 18 شهر. هو حاليا في 44 او 45 على وجه الدقه
هيئه ومؤسسه علميه بتعمل على الفاكسين، شركات طبعا كبيره من ضمنها روش، من ضمنها سانوفي، شركات كبيره شغاله في مجال الفاكسين، ولكن لحد طبعا تاخد وقت طويل اولا في انتاج الفاكسين وفي تجربته ثم نزوله. في شركات طبعا من حوالي 3 أسابيع عملت تجارب سريريه المرحله الاولى، ولكن طبعا الكلام ده هياخد وقت عشان ينزل فاكسين السوق ويتعمم بشكل عام، طبعا هياخد وقت شويه، وبالتالي ده الكلام طبعا سابق لاوانه. هم استفادوا من تجارب الفاكسين اللي كانت اتعملت ايام السارس والميرس اللي حصلت 2002 و2012، انه كان في بدايات تجارب وبعدين وقفت لما المرضين دول توقفوا خلال سنه، فتوقفت التجارب لانه طبعا بتبقى مكلفه جدا يعني، فرجعوا لها تاني كملوا عليها، وكل شركه شغاله بشكل مختلف عن الثانيه في هذا المكان. يعني تقريبا لو فات 45 يوم او مثلا 50 يوم من البدايات، يبقى احنا بننتظر كمان حوالي 10 شهور مثلا في حدود دي. مش اقل من كده طبعا، عشان تطعيم ينزل ويطعم على مدى واسع ويوصل ويتوزع وسعره هيبقى كام، ويعني طبعا قصه تانية خالص يعني. هيكون المرض طبعا اتكسر بشكل كبير، هتكون المناعه القطيعه اللي بيتكلموا عنها تكون جابت تاثير، خصوصا في الدول اللي بتقعد المرض معاها فتره، كيرف بتاعه او المنحنى بتاعها فلات شويه على مدى ابعد، ده بياخد مناعه اعلى، فطبعا هنا هيكون المرض قل بشكل كبير يعني على ما يطلع الفاكسين هيكون، بس هيبقى مفيد طبعا يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم ضيفي العزيز الاستاذ دكتور اسامه حسين، نورتني وشرفتني وشرف كبير لينا هذه المداخله القيمه للغايه. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جدا. يبقى نقطه او جزء تاني مهم للغايه وهو الحاله النفسيه شيء في منتهى الأهمية. يعني كلنا أكيد بنمر بأحاسيس كبيرة من الخوف، أحاسيس كبيرة من الكثير مننا بدأ يعاني من إحساس العزلة، الاكتئاب، مرضى الاكتئاب ومرضى الوسواس القهري كيف يتعاملوا، قصة كبيرة جدا أكيد هيسعدني فيها أن أتحاور عبر سكايب مع ضيفي العزيز أستاذنا وأستاذ الطب النفسي الكبير القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. أهلا بك يا دكتورنا. أهلا سعيد. حقيقة الحوار معك أكيد له قيمة كبيرة دلوقتي، وخصوصا أنه الكثير من أولا في حالة الحظر هناك الإحساس بالوحدة، هناك إحساس بالخوف، هناك أحاسيس الاكتئاب طبعا، الناس بدأت تعاني من حالات من الاكتئاب، في تخوف كبير من المستقبل. يعني أنا هسيب حضرتك برضو تشرح لنا النقاط العديدة المختلفة حول هذه الفترة الهامة جدا في عمر العالم كله. هو طبعا الوضع اللي احنا فيه ده يشكل نوع من الضغوط اللي كل الناس متعرضة ليه، يعني دي بنسميها ضغوط شاملة موجودة في المجتمع. وطبعا الضغوط الشاملة الموجودة في المجتمع كلنا شايفينها، هو يعني الخطر اللي احنا حاسينه والأخبار اللي احنا بنسمعها كل دقيقة والدنيا كلها مقلوبة. فهنا لابد ان احنا نفهم بقى ان الناس كلها في حالة قلق وفي حالة توتر حالة خوف إلى حد كبير، وفي نفس الوقت في تعليمات مجتمعية ومن الدولة علشان سلامتنا وعلشان ما نتعرضش للخطر. فطبعا كل ده ولابد إن احنا نقعد في البيوت علشان ما نعرضش نفسينا للعدوى وما نعرضش غيرنا كمان للعدوى. فكل ده كلام يعني إلى حد طبعا كبير بيشكل قدر من الضغوط على الناس ككل. فهنا بيبقى الوضع اللي احنا فيه هو في حاله ايه؟ قلق وتوتر وترقب الى حد كبير. طبعا ده بيختلف من شخص لاخر. يعني ممكن واحد يبقى يعني عنده قدر من التحمل وكل الحاجات دي ما تاثرش فيه قوي الى حد معقول. وفي ناس بتثير فيها عوامل قلق كامنه، يعني
بعض الناس بيبقى عندهم قلق قديم موجود من طفولتهم، يعني تعرضوا لمواقف زي اللي احنا فيها دي ممكن يخليه يمكن يوصل لحالة ما نسميه بالبانيك أو الهلع أو عدم القدرة بقى على التحكم في جهازه العصبي، بحيث إن هو يبدأ يفرز هرمونات زيادة ويبدأ يجيله بقى ما نسميه أعراض الهلع دي، اللي هي بتبقى زيادة ضربات القلب والرعشة أحيانا والعرق أحيانا والارتباك أحيانا والنسيان وهكذا. ففي بعض الناس معرضين لنوبات من القلق الحاد، ودول بتبقى الظروف الضاغطة اللي احنا فيها دي هي المثير دلوقتي. موضوع بقى الاكتئاب ممكن يجي برضو للناس المهيئين لان هم مزاجهم كمان ينحرف، وبالتالي هنبدأ نرى بقى اعراض اكتئابية بتبان بقى في شكل النوم يبدأ يضطرب، يبدأ شهيتهم للأكل تبقى ضعيفة أو ما يأكلش خالص. بعضهم ممكن يجيله أعراض نفس جسدية، أوجاع كتير، إحساس بالهمدان. بعضهم بيتوهم بقى، يعني بعض الناس ما يبقاش عنده حتى لا عدوى ولا مرض ولا أي شيء، وتبص تلاقيه حاسس كأنه جاله المرض فعلا ويتوهم شيء غير حقيقي، نقيس حرارته اللي هي عادية وهكذا. فإذا تفاعلات الناس مختلفة، والرسالة اللي مفروض أن السلطة والمجتمع وطبعا الإعلام على رأس هذا كله، يعني يدي رسائل طمأنة في الوقت اللي احنا بنقول فيه تعليماتنا، وبنقول ان احنا عاوزين نلتزم بالبيوت وعاوزين نلتزم بالنظافة وغسل الإيدين وما نقعدش في أماكن مزدحمة ونعمل نوع من التباعد بيننا وبين الآخرين. كل التعليمات دي في غاية الأهمية، بس زي ما قلت عاوزين نبقى مرادف لها كمان رسائل الطمأنة. كيف ترى سيادتك تأثير السوشيال ميديا على الحالة النفسية؟ السوشيال ميديا دلوقتي مسيطرة على المشهد وهي مصدر خطير جدا للتأثير النفسي. ده أكيد أكيد. السوشيال ميديا طبعا كل واحد بيبعت رسالة ويشيرها بقى لأعداد كبيرة جدا من الناس، وهي دي أهميتها وخطورتها في نفس الوقت. فهي لو بتبقى رسائل جيدة ومفيدة وبتحمل معلومات كويسة نقول خير لأنها بتفيد الناس، إنما لو رسائل فيها إشاعات وفيها تضليل وفيها عدم صدق وفيها استغلال لأي حاجة بتمر بينا، كل ده ممكن يعمل أثار عكسية. عشان كده لابد إن احنا يعني هي للأسف السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فهي في الوقت اللي هي ممكن تفيد وبرضه تضر، فعلينا بالحيطة بقى. يعني هنا يعني مهمتنا إن احنا إن الرسائل اللي الإعلام بيبثها كمان واللي احنا بنقول لبعضينا وبنكلم بعض على السوشيال ميديا لازم تكون رسائل فيها وعي وفيها وضوح وفيها صدق، لأن الوعي والوضوح والصدق هو ده بيوصل رسالة مهمة قوي للناس مهما كانت الحقائق. إنما في النهاية الناس بتبقى هادية وفاهمة وحاسة إن اللي بيحصل ده شيء عادي وطبيعي ولابد، وإحنا بنقول الحمد لله إن إحنا مجتمعنا يعني ما زال في منطقة الأمان، وإن إحنا يعني لو قارنا نفسينا بدول عديدة يعني سبقتنا ومتقدمة جدا زي إيطاليا وزي أمريكا وفرنسا وإلى آخره، فيعني بنقول نحمد الله على ما نحن فيه ونجاهد علشان كمان تبقى الدنيا كويسة وما نتطورش إلى ما هو أسوأ. بالعكس إحنا ممكن يمكن في خلال أسابيع ربنا يكرمنا وبفضل برضو الجهود المتوالية الدولة بتعملها واللي احنا بنحرص عليها ممكن نطلع لبر الأمان. السؤالين مهمين، هل ممكن يصل التوتر، هل ممكن يصل الخوف والتوتر إلى التأثير الكبير على المناعة على الحالة المناعية الجسدية؟ جدا جدا. ده الجزء الأول في السؤال. الجزء الثاني، إزاي أقوي حالتي النفسية؟ هل في
اساليب بروتوكولات لتقويه الحاله النفسيه؟ النقطتين دول عايز اسمعهم من حضرتك. تمام. هو فعلا في ارتباط وثيق جدا بين الجهاز المناعي وبين الحالات النفسيه اللي احنا بنمر بيها، ولقوا ان فعلا ان السيتوكاينز اللي هي افرازات اللي بتيجي من الجهاز المناعي ممكن تبقى مرتبطه فعلا بالحاله النفسيه اللي احنا بنمر بيها، سواء قلق او اكتئاب او توتر او خوف الى اخره. فبتزيد يعني هنلاقي ان الجهاز المناعي بيبدا يتفاعل مع هذه الاعراض بشكل او اخر، واحيانا الاكتئاب بيزيد كمان لما بنسميها الخلايا يعني زي نوع من الالتهاب، يعني بيبقى زي نوع من الانفلاميشن او الالتهاب بيشمل الجهاز النفسي ومرتبط بالجهاز المناعه بشكل وثيق جدا. فاذا زياده القلق وزياده التوتر او ظهور الاكتئاب يبدا يخلي مناعتنا تضعف. ده اللي احنا عاوزين نقوله، ان المناعه وهي دي اللي احنا بنقول ان المناعه دلوقتي هي جزء هام جدا في احوالنا وفي شخصيتنا، ولابد ان احنا نحافظ عليها بشكل جيد. فاحنا مش عاوزين نضعف مناعتنا بان احنا نستسلم للقلق ونستسلم للرعب والاكتئاب، لان ده بنضعف مناعتنا امام فيروس مش هيهزر معانا. لازم ان احنا يعني نحتاط ونخلق الجو اللي هو ازاي بقى نقوي جهاز المناعه من الناحيه النفسيه، ان احنا نبدا فعلا يعني نشيع هذا الجو من الطمانينه، يعني حتى يعني زي ما بيت الشعر بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلا. فاحنا لو احنا هاديين ولو الجو الشامل اللي احنا عايشينه سواء خارج البيت يعني الاعلام والمجتمع في حركه فيها طمانينه وفي هدوء وفي ثبات، وده اللي انا شايفه، انا شايفه ما شاء الله الدوله بتخطو خطوات فيها ثقه وفيها هدوء وفي نفس الوقت فيها قرارات حاسمه وجيده، وكل ده مهم قوي لان دي رسائل تجعل الناس تطمئن وتحس انها في امان، وان الدوله مش سايباها، وان هي كمان عليها دور لازم تعمله. وفي داخل البيوت لازم يبقى فيه نوع من التفاهم ونوع من المودة ونوع من الأحاسيس الطيبة. لازم نعمل أنشطة كثيرة جدا في البيت زي النشاط الرياضي، يعني ممكن نقعد نلف حتى حوالين سفرة مثلا كنوع من الرياضة. ممكن نعمل رياضة زي الجيم وإحنا قاعدين حتى على كرسي، نحرك رجلينا نحرك إيدينا. ممكن نبدأ نشوف هواياتنا اللي احنا ما اهملناها في اوقات من حياتنا وما عملناهاش، كتاب كان نفسنا نقراه الى اخره، ونتوخى الدقه فيما نسمع علشان حتى ما نستسلمش او نسلم ودنا لناس ممكن تتعبنا او توصلنا لحالات اليأس او الخوف او الحاجات اللي هي بنقول مش هتخلي جهازنا المناعي يبقى في الحالة المفروض يكونها في هذا الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المشاركة طبعا، وأتمنى أن احنا نلتقي إن شاء الله كالعادة في لقاء يمتعنا بعلمك الغزير في عالم الطب النفسي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الأستاذ دكتور سعيد عبد العظيم، كان معنا في هذا الحوار المجتمعي المهم جدا. الحالة النفسية جزء مهم جدا في هذه المعركة الشرسة بين الإنسان وهذا العدو الذي يسمى بالكورونا. خليكوا دايما مع الدكتور.